الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى قسوة قلبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، أو في رواية: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية علاجا لقسوة قلبه. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن القلوب منها القلب السليم، كما في قوله تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. ومنها القلب المريض، ومنها القلب المريض، كما في قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وفي غيرها من الآيات الكريمة. ومنها القلب القاسي الذي جاء ذكره في عدد من آيات القرآن الكريم، كما في قوله تعالى عن اليهود، عن بني إسرائيل، قال عنهم سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وغير ذلك من الآيات الكريمة. فالقلب السليم هو الذي سلم من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. وأما القلب المريض فمرض القلب نوعان: نوع سببه الشبهات التي تشكك المسلم في التصديق بالدين وفي تصديق خبر الله تعالى وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، كحال المنافقين. ومنها أمراض الشهوات من الذنوب والمعاصي التي تؤثر في العمل، فالشبهات تؤثر في العلم النافع، والشهوات تؤثر في العمل الصالح. وعلاج مرض الشبهات يكون بالعلم النافع الذي يزيل هذه الشبهات ويجعل
اليقين راسخا، وعلاج أمراض الشهوات يكون بالتوبة إلى الله تعالى وبالإكثار من العمل الصالح، فحينئذ يعود القلب سليما. وأما القلب القاسي فيشمل القلب الميت والذي كذلك صار مرضه مزمنا يوشك على الموت إن لم يتداركه صاحبه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث الشريف الذي معنا يفيد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتفقدون قلوبهم ويشعرون بما قد يطرأ عليها من قسوة، ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشدهم إلى العلاج. فهذا الصحابي اشتكى قسوة قلبه وشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليرشده إلى علاج يرقق قلبه ويذهب عنه هذه القسوة، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى إطعام المساكين والرحمة بالأيتام ومسح رؤوسهم، كناية عن مخالطة الضعفاء والمساكين واليتامى والإحسان إليهم، فإن ذلك مما يرقق القلب ويذهب قسوته. أيها المسلمون، من أسباب قسوة القلب الذنوب والمعاصي، كل الذنوب والمعاصي مما تؤدي إلى قسوة القلب إذا لم يتب الإنسان منها ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والران هو الصدأ الذي مثل الصدأ الذي يكون على الحديد والنحاس ونحوه، فهو شيء مثله يغطي القلب، وسببه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما كانوا يكسبون يعني ما كانوا يعملون، فأعمالهم السيئة سببت هذا الران الذي على قلوبهم. هناك شيء آخر غير الران، وهو ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني ليغان على قلبي، بالغين: إني ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إني ليغان على قلبي. قال شراح الحديث: هذا الغين الذي يصيب القلب هو وحشة في القلب قد يكون سببها الانشغال عن شيء من النوافل ونحوه، فتحصل وحشة في القلب، وعلاجها كما في الحديث بالإكثار من الاستغفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. قال الله سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. قالوا: نقض الميثاق هنا هو الكفر بالله تعالى ومخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، فأدى بهم ذلك إلى قسوة القلوب. فالذنوب والمعاصي وأعظمها الكفر بالله سبحانه وتعالى، هذا كله يؤدي إلى قسوة القلب. أيها المسلمون، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا العلاج لقسوة القلب، وهو الرحمة بالضعفاء والمساكين، وكذلك أيضا مما يسبب لينا القلب الإكثار من تلاوة القرآن الكريم، والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، والإكثار من الطاعة عموما، ومن العمل الصالح، ومن الاستماع إلى المواعظ النافعة التي تلين القلب وترققه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا
لينة رقيقة، وأن يذهب عنا قسوة القلب، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من أسباب قسوة القلب كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى، الكلام الذي ليس فيه ذكر لله سبحانه وتعالى، فالإكثار منه مما يؤدي إلى قسوة القلب. وقد جاء هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي، وجاء في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال الإمام مالك: بلغني أن عيسى بن مريم عليهما السلام قال: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، ولكن لا تعلمون ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، ولكن انظروا في ذنوب الناس كأنكم عبيد، واعلموا أن الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فهكذا جاءت الرواية في موطأ الإمام مالك من كلام عيسى بن مريم عليهما السلام. ولا غرابة أن يتشابه كلام الأنبياء وما جاء عن عيسى عليه السلام وما جاء من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا وصية للمسلم أن يدخل ذكر الله سبحانه وتعالى في كلامه، وذكر الله تعالى ليس فقط التسبيح والتحميد والتهليل وتلاوة القرآن، هذا نوع من ذكر الله تعالى، وكذلك كل كلام يعين المسلم على تذكر ربه سبحانه وتعالى فهو داخل في ذكر الله عز وجل. كل كلام فيه علم نافع يعرف المسلم بما يحبه الله وبما يبغضه الله تعالى، والكلمة الطيبة والنصيحة والموعظة، كل ذلك داخل في ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يقلل المسلم من الكلام بغير ذكر الله. كذلك أيضا جاء في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. جاء في سبب نزول الآية الكريمة أنه بعد أن مرت سنوات على إسلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فشى فيهم المزاح والضحك والكلام المضحك، ففشى المزاح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مرت سنوات على إسلامهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، يعني ألم يحن الوقت الذي تخشع فيه قلوب المؤمنين إلى ذكر الله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. عندما طالت المدة بين إسلامهم، المدة التي مضت على إسلامهم، فأخبر سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب أنهم لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم. فالمزاح مسموح به وحلال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح مع أصحابه عليه الصلاة والسلام ولا يقول إلا حقا، ولكن كما ذكر أهل العلم المزاح يعني ينبغي أن يكون مثل الملح على الطعام،
يعني لا يكون غالبا على حال الإنسان بما يشغله عما ينفعه في أمر دينه ودنياه، ولكن يكون شيئا يسيرا في وسط الكلام، لأنه إذا زاد وكثر ربما يؤدي إلى قسوة القلب في نهاية المطاف إذا غلب على حال الإنسان. فهذا بعض ما ورد في شأن قسوة القلب في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الرحمة بالضعفاء علامة على لين القلب، والرحمة بالأطفال الصغار علامة على لين القلب ورقته. وفي مقابل ذلك فإن القسوة على الصغار والضعفاء من علامة قسوة القلب، وجاء في ذلك أن أعرابيا وجد النبي صلى الله عليه وسلم يقبل حسنا أو حسينا، أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الأعرابي: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ فالرحمة في القلب تجعل الإنسان رحيما بالضعفاء والأطفال، ورحيما بالحيوان. دخلت امرأة الجنة في كلب وجدته يلهث ويأكل الثرى من العطش، فخلعت موقها فسقته، فغفر الله لها وأدخلها الجنة بذلك. وفي المقابل هناك امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت، فأدخلها الله تعالى النار بذلك. فالرحمة من علامة لين القلب، كذلك البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى من علامة لين القلب ورقته، وعدم البكاء من خشية الله من علامة قسوة القلب. وفي هذا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلين قلوبنا وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. وفي نهاية هذه الخطبة يعني نذكر حال إخواننا في السودان يسألونكم الدعاء، معنا عدد من إخواننا هنا من أهل السودان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب أهل السودان. اللهم فرج كربهم يا رب العالمين، اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وفك أسراهم وألف بين قلوبهم يا رب العالمين، واجعل بلدهم آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.